اليوم راح نتحدث حول السكري وكورونا فيروس. ما يخفاكمش باللي في الوقت الحالي مع انتشار هذا المرض تاع كورونا فيروس اللي راح يصيب حوالي 60% من السكان العالم، منهم 80% راح تكون إصابات يعني غير ظاهرة بدون أعراض، و20% حتى 30% فقط هي اللي راح تكون حالات بدرجة خطورة متفاوتة. طبعا احنا اليوم راح نتحدث حول الأشخاص اللي عندهم هذه درجة خطورة متفاوتة الذين يحتاجون مرحلة استشفائية، سواء على مستوى مصلحة الإنعاش أو على مستوى مصلحة الطب الداخلي. طبعا مصلحة الإنعاش أكيد راح يكون فقط الدواء المسموح به هو الأنسولين. راح نتحدث إذن اليوم خاصة على حول المرحلة الاستشفائية على مستوى مصلحة الطب الداخلي. بعض المرضى منهم من هو تحت الأنسولين، ومنهم من هو تحت الأدوية المخفضة للسكر. والأدوية المخفضة للسكر عدة أنواع، منها التي تزيد في حساسية الأنسولين مثل متفورمين غليكوفاج، ومنها من يزيد في إفراز البنكرياس مثل السيلفاميد، ومنها طبعا ما يزيد في إدرار البول للسكر، وبعض الآخر يزيد في إفراز الأنسولين لكن وينقص في شهية الطعام. الآن راح نتحدث حول المتفورمين والسيلفاميد اللي منتشرين. المتفورمين اللي هو يزيد في حساسية الأنسولين معروف بأنه ممنوع لما يكون المريض في حالة حرجة، خاصة ديتريس ريسبيراتوار يعني ضيق في التنفس، إيبوكسي نقص في الأكسجين، وبالتالي يقدر يؤدي إلى حموضة تاع اللاكتات يعني لاسيدوز لاكتيك. وبالتالي النصيحة اللي راح نوجهها هي أي مريض يدخل المصلحة الاستشفائية تاع الطب الداخلي يجب وقف المتفورمين لعدة أسباب، لأن كورونا فيروس التطور تاعو امبريفيزيبل يعني غير معروف كيفاش راح يتطور في هذا المريض، كيفاش راح يتجاوب مع الدواء. كاين بعض المرضى اللي يقدر يبدل لهم فشل كلوي وهو مانع لاستخدام المتفورمين، كاين بعض المرضى اللي الدواء ما ينفعش فيهم وبالتالي يتطور ضيق التنفس تاعو وبالتالي ينقص الاكسجين وراح يسبب له ممكن لاسيدوز لاكتيك وبالتالي لازم يوقف. كاين بعض المرضى اللي يقدر يكون عندهم مشكل في الكبد سيتوليز. ومن غير هذا كله تأثير المتفورمين عند شخص عنده اون غريب يعني التهاب في القصبات الهوائية وغيره، معروف بأنه المتفورمين راح يكون تأثيرها قليل جدا. وأغلب المرضى اللي رانا نشوفوهم في مصالح الطب الداخلي عندهم كورونا فيروس أغلبهم عندهم يعني ارتفاع في نسبة السكر في الدم تتعدى 3 غرامات، هذا ناتج عن الفيروس. وبالتالي وقف متفورمين لسببين، أول سبب هو قلنا نقص الفعالية عن شخص عنده لاغريب تاع الفيروس، ثانيا وجود بعض الموانع التي قد تظهر أثناء تطور المرض، وبالتالي يجب تعويضه بما يسمى بالأنسولين البطيء. كاين عدة علامات، أبازاكلار، لونتوس، ليفامير، نختار علامة من العلامات ونقوم باللاتيتراسيون يعني نزيدوا في الوحدات درجة درجة حتى نلحقوا يعني السكر المطلوب، سكر طبعا صباحا. فيما يخص السكر بعد الأكل هذا يبقى الطبيب المعالج، يقدر يخلي يحتفظ بالسلفاميد، يقدر يوقف للسلفاميد ويدخل أدوية يعني أنسولين سريعة. أنسولين سريعة أيضا هناك عدة علامات، هناك نوفورابيد، أبيدرا، إيمالوغ، يختار واحدة فيهم ويقوم أيضا بنفس الشيء بلاتيتراسيون يعني يزيد في الوحدات حتى يصل السكر المطلوب. طبعا السكر المطلوب عند واحد عنده لاغريب ما يفوتش غرام 1.40 صباحا قبل الأكل، ولا يتعدى 2 غرامات بعد الأكل بساعتين، طبعا بعد الأخذ بعين الاعتبار وجود مرض في القلب أو وجود فشل كلوي اللي راح يزيدنا في يعني نكون أكثر تسامحا مع مستويات السكر لدى المريض. بعض المرضى يعني يكون عندهم ارتفاع كبير في السكر يتعدى 3 غرامات، في هذه الحالة طبعا يجب فحص البول والتأكد من عدم وجود
ميكروبات في البول، يعني انفكسيون يورينير، لانه في حال وجود مثلا بروتينات اللي هي علامه من علامات الانفكسيون يورينير، يجب استكمال يعني التحقيق على مستوى البول لمعرفه الميكروب المسؤول عن هذا الالتهاب، واعطاء المضادات الحيويه المناسبه. عاده مرضى على الكورونا فيروس المد لهم مضادات حيويه ذات فعاليه عامه، مثلا السيفالوسبورين ترويزيام جينيراسيون، او نمدوا مثلا سيبروفلوكزاسين. اذا يجب على الطبيب المعالج يعمل تحليل البول ويكتب في الورقه بان هذا المريض راه تحت مضادات الحيويه التاليه، يذكر الاسامي تاعهم، مثلا ماكروليد، ازيتروميسين كذا. لماذا؟ لانه المخبري اللي راح يقوم بتحليل البول يجب عليه ان ياخذ بعين الاعتبار هذوك لي زونتيبيوتيك، واذا وجد ميكروب يعني ماهوش حساس لهذه لي زونتيبيوتيك يجب ان يخبر الطبيب لي يعمل تعديل، لانه بعض المرضى ما يخفاكمش باللي يقدروا يحتاجوا تدخلات جراحيه على مستوى الاوعيه الدمويه، ويحتاجوا طبعا السكر تاعهم يكون متزن، لانه كورونا فيروس معروف باللي الان يسبب يعني تجلطات، يعني كيفاش يقولوا التخثر الدم يكون غير عادي، وبالتالي عند الشخص عنده سكري عالي، عنده امراض في الاوعيه الدمويه تاعو، الارتيريوباتي اوبليتيرون دي ممبر انفيريور تاع الساق، يعني يكون انسداد في الاوعيه الدمويه تاع الساق او جلطات دماغيه، يقدر يحتاج تدخلات جراحيه تتطلب توازن في السكري، وهذا التوازن تاع السكري لا يتحقق الا ب طبعا الاوبتيميزاسيون، يعني تحسين ادويه السكري لدى المريض، الانسولين من المستحسن في هذه المرحله، ثم طبعا علاج اذا كان كاين ميكروبات في البول او عامل قد يتسبب في اختلال توازن السكري يجب علاجه وأخذه بعين الاعتبار.